صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين لكل التوانسة والتونسيات الأحرار والأحراير اللي يتابعوا فينا طبعا كالعادة على صفحتنا الرسمية في كل بث مباشر ننور به التوانسة ونحاولوا نضع على الأقل إصبعنا على موطن الداء كما تعودتوا علينا. بون، اليوم إن شاء الله ساعة نهاية أسبوع موفقة لكم الناس الكل. برشا أحداث صارت في الأسبوع المنقضي، خاصة أمس من فرنسا، يعني من وراء البحار الخونة والتراتير والإخوان يتآمرون على الدولة التونسية. هذا باش يعرف الشعب التونسي اللي صوت لهم في أكثر من محطة انتخابية، ولا صوت لهم في أكثر من مناسبة وفي أكثر من انتخابات من جديد، سواء بالفلوس سواء معناها عداوها عليه بفكرة لهما مناضلين، لهما تعذبوا في النظام السابق، اللي هما كذا، اللي هما وطنيين. هذا الكل مثالش فرصة جديدة ودليل قاطع جديد للشعب التونسي ولعامة الشعب التونسي اللي صوت لهم قبل، كون الناس هذوما يعملوا كل شيء مقابل انهم يبقوا في السلطة، مستعدين يبيعوا بلادهم، يبيعوا شعبهم، يبيعوا عرضهم، يبيعوا نسلهم، يبيعوا ارضهم، يبيعوا كل شيء مقابل انهم يقعدوا متواجدين في الحكم، ويقعدوا متواجدين في السلطة، ويقعدوا متواجدين ومؤثرين في المشهد السياسي. اللي صار البارح يظهر لي اكبر دليل على كون هؤلاء ملة بعيدة كل البعد عن الوطنية، بعيدة كل البعد عن القيم اللي تربينا عليها في تونس واللي ربيتنا عليها دولة الاستقلال. وهذا يؤكد من جديد كونه الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الله يرحمه وينعمه، وقت اللي فاك الاجتماع متاع الامن القومي واجتماع وزاري وخرجوه بعد ما صارت الفوضى متاع 2011، يحكي مع الوزراء متاعه على هؤلاء، على الملة هذية متاع المعارضين اللي قادتهم البارح موجودين داير في فرنسا في باريس، يطالبوا بتدخل او بمقاتلة قطعت السلطات الفرنسية للسلطة التونسية. معناها شوفوا وين وصلت بهم الدناءة، وين وصلت بهم الحقارة، اللي يبيعوا بلادهم ويبيعوا عرضهم ويبيعوا أرضهم ويبيعوا شرفهم ويبيعوا كل شيء للأجنبي مقابل إنهم يقعدوا ويواصلوا الأجندة متاعهم ويواصلوا تواجدهم على المشهد السياسي وعلى رأس السلطة في تونس. بن علي وقتها شنو قال؟ قال راهو هذوما ماهمش مناضلين، راهو هذوما ماهمش معارضين، راهو هذوما خونة. وحكى على هذايا الترتور السابق وحكي على غيره، شنو قالوا على تونس لامريكا ولدوائر الاستخبارات الامريكيه ولكل المخابرات اللي يتعاملوا معاها. داير هما ما عندهمش مخابرات برك يتعاملوا معاها، هما يتعاملوا مع الكل حتى مع الشيطان، المهم يبقاو متواجدين في المشهد السياسي، المهم يبقاو متواجدين في الحكم، المهم لاجندا نتاعهم ومتاع تنظيمهم تقعد متواجده. هذه نقطه يظهر لي تاكدت منها البارح بعد المشهد الهزلي اللي شفناه البارح في باريس، وشفنا سهام باندي كي خارجه وكي تتكلم معناها هيك بعد ما لفظها الشعب والفظ معناها التيار نتاعها الكل الشعب التونسي وخرج ضدهم، هيك خارجه توا تمد في وجهها وخارجه تتكلم وتدس في صدرها وتقول انقلاب ويجب ويجب، معناها هذيك توا ولات يجب من وراء البحار. والترتور عاد الكبير والمفارقه الغريبه والعجيبه، يا سيد رئيس الجمهوريه يا استاذ قيس سعيد، السيد هذا مازال يخلص في 30 مليون، شوفوا المهمه القذره اللي قاعده تخلص فيه الدوله على خاطرها توا، 30 مليون هذوكم اللي يخلص فيهم توا باش يتآمر على أمن الدولة التونسية وباش يتآمر على بلادنا. إذا نستناو في مرسوم رئاسي واضح ينحي الشهرية للعميل هذا، ينحي له هكا الراتب هذاك نتاع رئيس جمهورية سابق مؤقت سابق، هذاك يتنحى جملة نهائيا، لأنه ما عادش حاجتنا احنا. على الأقل 30 مليون هذوكم تتزاد الميزانية الدولة، تتزاد الميزانية الجماعات المحلية، نكيسوا بها كياس خير ونعطيوها للترتور. يظهر لي هكا معناها نعملوا بها حتى رقعة في كياس، نسدوا بها نقبة في كياس، خير ما ياخذها الترتور باش يتآمر على أمن بلادنا، معناها كل شهر يطلع لنا وكل جمعتين ولا يطلع لنا ويمد وجهه، وأصلا هو ما عندوش مبدأ الساعة، هو سمعته قبل قال ما عادش نتدخل في الشأن السياسي نهائيا، ما عادش باش تشوفوني في المشهد السياسي ولا باش نتكلم في السياسة. هاكم شفتوا بعد 25 جويلية الترتور ولا يصبر ويمد في وجهه، هاو في الخنزيرة، هاو في قنوات أجنبية عميلة، هاو في اللايف نتاعه وكالتراتر الكلهم عادي يبارتاجيو له وكالعملاء هذوكم يبارتاجيو له. دونك هذا يقول لك يا سيد رئيس الجمهوريه 30 مليون شهريه نتاع الترتور يلزمها تتنحى في اقرب وقت ممكن، لانه هاي 30 مليون هذيا قاعده تساعد فيها على التحرك ضد الدوله، مش ضدك انت كشخص، ضد الدوله التونسيه، ضد مؤسسات الدوله التونسيه وضدنا الكل، ضد الشعب التونسي الكل. اذا يجب ان تلغى هذه المنحه وهذا الراتب الشهري اللي مازال يتقاضاه على كونه كان رئيس جمهوريه للاسف الشديد في زمن اسود، في زمن اغبر، قال الراجل به.
دونك هذه النقطة الأولى. معناها تتفكروا كل القمة نتاع 2005 وتتفكروا 18 أكتوبر كالشلة الموجودة في 18 أكتوبر، هذه النقطة الثانية اللي يأكدها اللي صار البارح. دونك كالشلة نتاع 18 أكتوبر اللي يقول لك فيهم توا شكون يقول لك ما نتقابلوش وخطاني متوازيين و و و هذوكم الكل ماك يعاود بصدد إعادة التشكل من جديد. بون هي متشكلة أما بصدد الظهور للعلن من جديد. التحركات نتاعها والتآمر نتاعها قاعد يظهر ويخرج يطفو على السطح حتى ساعة الناس حاشاكم البهلل تفهم انه هذوما راهو ما عندهم حتى هكا جرام وطنية، راهو عندهم فقط البقاء في السلطة والبقاء في الكرسي وكل شيء مباح. دونك الناس اللي قاعدوا مع بعضهم يساريين على قوميين على اسلاميين على ديمقراطيين، هذوكم تاع 18 اكتوبر هذوكم تاع 18 اكتوبر كلهم هاكم موجودين البارح في باريس يطالبوا في السلطات الفرنسيه انها تقاطع السلطه التونسيه. نفس الخطاء نتاع سيء الذكر رضوان المصمودي الا طلب سابقا من امريكا انها تقطع علينا الاعانات نتاع تلقيح الكورونا والاجهزه والمعدات الطبيه لمكافحه ومجابهه فيروس كورونا بما انه السلطه قال صار فيها انقلاب. دونك باش تعرفوا الملة هذه معناها شنو ينجم يخرج منها، شنو تنجموا تنتظروا منها، شنو تنجموا تستناو منها. راهو سون كابابل معناها دو تو فير مقابل انهم يقعدوا في السلطه، مقابل انهم يقعدوا متواجدين في الحكم، مقابل انهم يتواجدوا في المشهد، معناها يقعدوا يجثموا على قلوب التوانسه وعلى قلوب الشعب التونسي. ما يهمهمش يبيعوا بلادهم، يتآمروا على بلادهم، يفضحوا بلادهم، كل شيء هذا ما يهمهمش، راهو ما عليهمش فيه. هاكم شفتوا معناها مطالبة السلطات الفرنسية بمقاطعة السلطة التونسية، معناها أكثرش من هكا عمالة. معناها هنا نحب ما نحبش نطول فيه برشا الموضوع هذايا. المرزوقي نقول له كانك راجل إجا قود مسيرة في تونس، إجا قود مسيرة نضالية ضد الانقلاب اللي تحكي عليه أنت، إجا قودها في تونس وفي شوارع تونس، خلينا نقولوا بالحق مناضل السيد هذا، ولو أنك ما تعملهاش راه حتى كان روحت لتونس ما تعملهاش، متأكد أنت ما تعملهاش، أما ما يسالش قول راني جاي لتونس في الدات الفلانية ورانا باش نقودوا مسيرة في تونس في الدات الفلانية ضد الرئيس وضد الانقلاب، وهاتم تفرجوا عاد على السيناريو اللي باش يصير. وتتفرج على السيناريو اللي باش يصير، اما قولها ما يسالش، جيب معاك باندي وجيب معاك الاخرى والاخر كلهم جيبهم معاك ويجوا يقودوا مسيره لهنا في تونس ضد الانقلاب، هاكا المسيرات ما تمش القمعه نتاعهم، ماكم قلتوا معناه المسيرات توا اللي صارت ضد السواديزون ما بين معاقفين الانقلاب هاكي صارت المسيرات، هاكا الناس خرجت وتكلمت معناه، لموا 3000 بالفلوس ولموا بعضهم وعملوا جمعيه بالفلوس وبفلوس قطر وفلوس تركيا وكل تعرفوه هذاك الكل والتمويل الرهيب وغيره وغيره وغيره، ولموا الكل في الكل من 24 ولايه 3000 ما يجيوش. 3000 نفر ما يجيوش، هذوكم هما حجمهم الكل جماعة 18 أكتوبر توا بانوا للشعب التونسي وانكشفوا به. هذا موضوع. الموضوع الثاني حبيت نحكي فيه هو تواصل البث لقناة الزيتونة. بون فما شكون يقول لي عبد السلام راهو راس الأفعى مازال ما حاسبوش على الشيخ الإخوان، بطبيعة هو شنو الفرق ما بين الترتور مثلا المؤقت السابق ورأس الأفعى شيخ الإخوان اللي في تونس؟ الترتور هو عميل بوجه مكشوف ورأس الأفعى شيخ الإخوان هو عميل بوجه غير مكشوف، لأنه ما يخرجش يقول الكلام هذاك، ما يخرجش يعمل لك الصدامات هذيك، يتظاهر بالوطنية، يتظاهر بالورع والتقوى، يتظاهر بالدين اللي يتجروا به طول أعمارهم. دونك لهنا هما كيف كيف راهو نفس هما يخدموا لبعضهم. تي هو الترتور وقت اللي عينوه مؤقت سابق عينوه برتبة سكرتير للعراب الخراب هذايا الشيخ الخوانجية. دونك ما معروفة الحكاية هذيا، راهو ما تستحقش تمحيص كبير للشعب التونسي فاهمينه. احنا توا هاو الترتور هذايا العميل اللي بوجه مكشوف ستتم محاربته وبالقانون وبالآليات القانونية وبالآليات الدستورية وبتهم التآمر على أمن الدولة اللي قاعد يتآمر عليها من الخارج وبتهم أخرى يمكن تعرفوا شنو تأدي معناها الأحكام نتاعها لوين توصل. دونك هذا الترتور اللي هو بوجه مكشوف، عميل بوجه مكشوف. العميل الاخوان جي الاخر شيخ الاخوان راس الافعى الكبيره اللي في تونس اللي هو عميل بوجه غير مكشوف. بون بالنسبه لنا احنا كتاب مفتوح من 2011 وجه مكشوف، وقمنا بواجبنا التنويري من 2011 في كل اذاعات في كل التلفزيونات اللي خدمنا فيهم وفضحنا المخطط نتاعو وفضحنا الوجه غير المعلن لعامه الشعب والمعلن للنخبه والمعلن للناس الوطنيين. دونك معناتها هذا كل قمنا به طلعنا به الدور هذا. توا هنا في انتظار
تفعيل رئيس الجمهورية لكل القرارات إلا من شأنها أن تقضي على الإخوان وبالقانون وبالدستور، مش أحكام جائرة دي منقول، بالقانون وبالدستور. تفعيل محكمة المحاسبات، قبل يقولوا لي لا اسمها دائرة المحاسبات، لا يا بابا اسمها محكمة المحاسبات، وفيها قضاة وعملوا التقرير النهائي متاعهم وأدانوا حزب الإخوانجية وأدانوا حزب قلب تونس وأدانوا زوز ولا ثلاثة أحزاب أخرى بتمويل مشبوه وتمويل أجنبي وحملات ممولة من الخارج، انتخابية ممولة من الخارج، وهذا الكل مما يدعو أو مما يخول للسلطة القائمة في البلاد أن تسقط هذه القائمات الكلها برمتها، وبالتالي ممكن أن تحل حتى الأحزاب التي تورطت في تمويل مشبوه وفي تمويلات أجنبية في حملة انتخابية تونسية. دونك لهنا هذا الكل احنا في انتظار تفعيل هذه القرارات، ودائما ندعو رئيس الجمهورية إلى تفعيل هذه القرارات، إلا من شأنها أنها تصفي على الأقل المشهد السياسي، من شأنها أنها على الأقل تعمل فرز وتعمل شوية غربلة للمشهد السياسي، وبجرد قلم كيف كيف ترتحنا من الخونجية وهمهم ودمارهم اللي عشناه من 2011 لليوم. احنا في انتظار هذه القرارات. نرجع للموضوع الثاني، هو المكابرة والتحدي الصارخ لقناة الخونجية قناة الزيتونة لكل مؤسسات الدولة، حيث أنها رغم كل اللي رناه الأسبوع المنقضي، ورغم أنت الحاجز متاع التجهيزات متاعها، ورغم ذلك الكل والهيكة ضدها والدنيا الكل ضدها ومخالفة القانون ومارقة عن القانون وكل شيء، هذاك الكل مازال تواصل البث متاعها. لهنا الرسالة خايبة برشا. هنا نحب نتوجه برسالة للسيد رئيس الجمهورية، راهو يا إما هذية معناها شنو باش تخرج لامبريسيون للناس ولأنصارهم وأتباعهم الأخوانجية وأذيالهم اللي هما قاعدين يتقلصوا شيئا فشيئا. هنا راهو ربما إذا كان تقعد تواصل البث متاحة القناة هذية، راهو باش يستعيدوا الثقة في الأسيادهم وفي القادة متاحهم، باش يقول لك هم أقوى من الدولة، وهاي رئيسة الجمهورية خايفة منهم، والدولة ومؤسساتها الكل خايفين منهم، والزيتونة باقي تبث. دونك هذه رسالة خايبة برشا يا سيد رئيس الجمهورية إذا كان باقي مواصلة في البث متاحة مخالفة للقانون ومواصلة في البث متاحة. دونك لهنا يجب غلقها فورا، هذه القناة المشبوهة يجب غلقها فورا، حتى ليك أنت يا سيد رئيس الجمهورية، حتى مش لنا احنا كتوانسة، راهو تم سبك وثلبك وشتمك، وبالتالي المس من أكبر مؤسسة سيادية في الدولة التونسية اللي هي مؤسسة رئاسة الجمهورية، بغض النظر عن شخصك يا سيد رئيس الجمهورية، وبغض النظر معناها نتفق معك في الأيديولوجيا والفكر ولا لا، هذا موضوع آخر وقضية أخرى، راهو مس من سيادة الدولة التونسية. وقت اللي تجي تحكي على رئيس جمهورية بك القصيدة هذيك إلا ضمنها لأحمد مطر وبالخاتمة القفلة متاعها هذيك بالبيت الأخر اللي اختم به هذيك، دونك أنت لهنا راهو اللعب بشرف بلاد كاملة، مش بشرف شخص واحد، هنا لعبوا بشرف بلاد كاملة، وما زالت تواصل البث رغم قرار الغلق ورغم 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 ورغم. فلهنا يجب التدخل العاجل والفوري يا سيد رئيس الجمهورية، حتى نقطع الطريق أمام الصائدين في الماء العكر، وحتى نغلق كل الأبواق إلا من شأنها أنها ترجع من جديد وتنفذ الغبرة على الخوانجية إلا تردموا تحت التراب توا، إلا تنفذ عليهم الغبرة باش يعاودوا يمدوا روسهم من جديد. بون القادة نتاعهم مازالت مادة روسها لأنه ما تحاسبوش، إلى اليوم ما فما حتى خوانجي تشد وما فما حتى خوانجي تحاسب للأسف الشديد، هنا باقي نستناو. أما ما تخليش معناها الشيء هذا راهو من شأنه أنه يحيي فيهم من جديد الروح نتاع العمالة هذيك والروح نتاع التسيب، وكتو ولاو يعاودوا في الكلمة هذيك نتاع حرب أهلية من جديد، باقي نسمعوا فيه المصطلح نتاع الحرب الأهلية ونحنا جنبنا تونس حرب أهلية، والآخر عاد كسارق المليار، تعرفوا شنو قال لكم؟ قال لك il faut s'unir contre le putsch. شفت لو بوتش ولا شفتوها البارح الديكلاراسيون نتاعو؟ معناها السيد يحب يخرج ويحب يلم الناس الكل ويتحدوا الناس الكل ضد الإرادة الشعبية اللي خرجت نهار 25 جويلية وقالت لا للخوانجية، ومشيت المقرات الخوانجية نعاود ونذكر بها، وحرقتهم في حركة مش رمزية، في حركة معناها حاجة كونكريت على معناها ما تستحقش أكثر تفسير. خرجنا لهذوكم، هذا شنو قال لك الشعب التونسي؟ قال لك يا سيد رئيس رانا خرجنا لهاكم، خرجنا مشينا لمقراتهم وحرقناهم، نحبوا نحرقوهم سياسيا من البلاد، ما هوش طالب حاجه اخرى، خلينا نكونوا واضحين، خلينا نكونوا موضوعيين، طلب الشعب التونسي اللي خرج نهار 25 جويليا كان واضح، كان معناتها اقاله الاخوان من المشهد السياسي وعزلهم نهائيا من الصوره في تونس، بما انهم ما توجهوا لحتى حزب اخر، توجهوا كان المقرات الاخوانجيه. دونك الى اليوم ليس هنالك معناها تحرك ملموس من الدوله التونسيه
مع إرادة الشعب التونسي متاع 25 جويلية إلا خرج للخوانجية وقال لهم ديجاج وحرق لهم مقراتهم. دونك نعاودوا ديما ونذكروا بها النقطة هذه، تشويلهم قلوبهم نعرف، أما الشعب التونسي نهار 25 خرج حرق مقرات الخوانجية. واضحين، حتى حد من نجم يقلب ولا يبدل الإرادة متاع الشعب، هذه الإرادة الحقيقية للشعب التونسي يوم 25 جويلية. وقت اللي خرج وحرق مقرات الاخوانجيه الرساله نتاعو واضحه، هاو علاش خرج الشعب التونسي؟ هل انه اليوم هنالك استجابه واضحه لمطالب الشعب التونسي في حين انه كل القوانين وكل فصول الدستور وكل النواميس في تونس تخول للسلطه السياسيه وللسلطه المركزيه ولمؤسسات الدوله السياديه انها تحاكم الاخوانجيه، لانه قضاياهم معبيه المحاكم، القضايا اللي ضدهم معبيه المحاكم، لانه جهازهم السري المجلد عند السيد رئيس الجمهوريه خليه البيجي قايد سبسي الله يرحمه، لانه كل الجرائم اللي هما مورطين فيها، بشير العكرمي مازلنا ما نعرفوا شيء في المآلات نتاع الملفات نتاعو، هكا 6230 ملف نتاع ارهاب اللي تستر عليه وغلقوا، دونك كل شيء في يد الدوله التونسيه وفي يد السلطه التونسيه، ومع ذلك هنالك اراده ودعم شعبي لا متناهي في انه رئيس الجمهورية يقوم بتنفيذ هذه المطالب على أرض الواقع ويقوم بتنفيذ وتطبيق القانون على هؤلاء. ما طلبناش حاجة احنا باش يهزوهم هكا من ديارهم ويحطوهم في الحبس خوها على ابوه، لا يا خويا، الا اجرموا في حق الشعب وفي حق البلاد هذية يتحاسبوا بالقانون. عندك قضايا في المحاكم معبية رفوف المحاكم، الا وقت بشير العكرمي تتسكر وما تتحلش وما يعيطوش للمشتكى بهم الاخوانجية، ما يعيطوا لهمش وياخذوا اقوالهم ويبحثوهم ويسمعوهم. قضايا في تسفير شبابنا لبؤر التوتر، قضايا في الارهاب، قضايا في التمويلات الاجنبية، قضايا في شبهات تمويلات جمعيات خيرية الى مولد الحزب نتاع الاخوانجية في 2011 و2014، عديد القضايا الموثقة واللي معاها حجج ومعاها أدلة دامغة ومعاها كل شيء، معناها مرافقة كل شيء، مرافقة بكل شيء، بكل الأدلة والبراهين، التو لتحلت، التو في رفوف المحاكم. سيد رئيس الجمهورية، كل هذا احنا نذكرك به للصالح الوطني، هالتو نحيو مع بعضنا الإخوانجية ومن بعد لكل حادث حديث، هالتو لوبجيكتيف كومان نتاعنا نحاسبوا الناس هذوما حتى ما يمدوش علينا وجوههم من الخارج وما يستقواوش بالأجنبي، ونحب نقول لهم الناس هذوما الخونة العملاء وباعة الأوطان، راهو كي تمشي أنت للأجنبي تقول له إجا عاوني باش ننقلب ضد بلادي وإلا باش نطيح السلطة في بلادي، راهو يغزر لك توا أما يحتقرك في داخله، نهار آخر حاجة من يسمع يبزق عليك، ما يحبوش، راهو حتى الأجانب والدول العظمى ما يحبوش الخونة متاع الأوطان والباعة متاع الأوطان، يقضيوا بهم مصلحة معينة لثروات معينة لأجندة معينة لأي هدف من الأهداف يدخل لك لبلادك، أما راهو يبزق عليك معناه في 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 في, في داخله يبزق عليك، وكيف يحكي مع القادة متاعه ومع إدارة الحكم متاعه يحكي عليك باحتقار، يقول الناس هذوما باعة الأوطان، معناه أنتوما حتى لك الخارج اللي قاعدين تستنجدوا بيه توا، يا ترتور ويا باندي ويا الآخرين الكلهم اللي تلموا البارح ذوكم، راكم انتم يحتقروا فيكم الخارج، الاجانب حاشاكم يبصقوا عليكم ويبصقوا على شرفكم اللي ما عندكمش ويبصقوا على الخيانه اللي تربيتوا عليها، وهذا دليل اخر معناه كونه من شب على شيء شاب عليه، الناس هذوما ترباوا على خيانه الوطن وترباوا على بيع على بيعان بلادهم وترباوا على التآمر على امن بلادهم، وهذه مش اول مناسبه يبرهنوا فيها كونهم ما همش ابناء البلاد هذية فعلا، لا ولد القومي ولد البلاد هذية ولكن الزمره والجوقه اللي معاه اللي تلمت معاه البارح ولاد البلاد هذيا. دونك هذا شو حبيت نقول، ما نطولش اكثر من هكا، نحن في انتظار تفعيل القرارات الصحيحه، القرارات التي تستجيب للمطالب الصحيحه للشعب التونسي اللي خرج نهار 25 جويليه وحرق مقرات الاخوانجيه، واضح يا سيد رئيس الجمهوريه الهدف، احنا نستناو في تفعيل هذه القرارات على ارض الواقع، وفي انتظار ذلك نحن نتابع عن كثب الشان السياسي، نحن نتابع عن كثب المنابر الاعلاميه، وكي العاده وين فما خيانه للشعب التونسي في اي منبر كان اذاعي ولا تلفزي، راكم باش تلقاونا معاكم على المباشر باش ننوروكم وباش نفضحوا كل الخونة والعملاء إلا ما زالوا إلى اليوم يشتغلون في كنف الراحة والكونفور للأسف الشديد، لأنه ما فماش ردع من السلطة التونسية، ما فماش ردع واضح، هنا نستناو في آلية الردع
رسالة فقط أخيرة نختم بها ونتوجه بها للسيد رئيس الجمهورية. يا سيد رئيس الجمهورية، راهو العركة متاع الدولة التونسية ومتاع الشعب التونسي راهي ضد منظومة الحكم اللي حكمت بعد 2011، ما هيش ضد المعارضة الحقيقية المتمثلة في الحزب الدستوري الحر اللي قاعدة تنور في التوانسة في أطر القانون، واللي قاعدة تشتغل في إطار القانون وفي إطار المؤسسات وفي إطار الإعلامات في أجالها القانونية وفي إطار الاحترام للبروتوكولات الصحية إلى آخره. دونك مشكلتنا يا سيد رئيس الجمهورية ومشكلة الدولة التونسية يلزمها تكون ضد الطبقة السياسية اللي حكمت تونس من 2011 لليوم. إذا كان باش نعملوا احنا ونخلقوا عركة جديدة مع من يشترك معنا في رفض الإخوان أو في القطع مع منظومة الإخوان اللي دمرت البلاد، منظومة الإخوان ومشتقاتهم والتبع متاعهم، فهنا يجب أن لا نعادي الأطراف التي تشاركنا نفس الهدف هذا إن كان لدينا نفس الهدف هذاك اللي هو محاربة الإخوانجية. وطول الأيام تبرهن من جديد، ما نستبقوش الأحداث، لا نتهم الناس جزافا، ولكن نحن كما قلت في متابعة لصيقة وقاعدين نشوفوا فاش قاعد يصير ونتبعوا في آخر المستجدات سواء على صفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في كل القنوات الرسمية. هنا قاعدين نتبعوا ونشوفوا ونوزنوا ونعرفوا هل أنه فما فعلا بوادر انفراج للأزمة الخانقة اللي تعيشها بلادنا حاليا، اللي هي كما قلت بوادر الانفراج تكون بمحاسبة الإخوانجية وبمحاسبة الفاسدين وبمحاسبة من باع البلاد والعباد من 2011 لليوم، أم أنه ما فما حد شيء وانه سيناريو ما نعرفوش الى اين سيرسي هذا السيناريو. لكن نحب ناكد للتوانسه كونه الاحرار متواجدون وكونه كل ما فما ديراباش بالهدف نتاع التوانسه او بالوبجيكتيف اللي تراسيوه التوانسه نهار 25 جويليا، راكم باش تلقاونا موجودين لاناره الراي العام. تحياتي ان شاء الله، بون ويكاند للناس الكل، وتلقاونا طبعا كالعاده في اقرب فرصه ان شاء الله، وين فما معناها فرصه باش نخرجوا نتكلموا، وين فما حدث يخلينا نخرجوا نتكلموا وننوروا رانا باش نخرجوا. حبيت نقول لكم راهو اليوم ماضي ساعتين ونص عندنا بث مباشر جديد على الصفحه هذه، باش يكون بلاتو وحلقه مباشره كالعاده نترقوا فيها لملف الامنيين والعسكريين المعزولين اللي جل هم معزولين من طرف وقت علي العريض، من طرف الإخوانجية سواء الأمنيين هذوما من مختلف أسلاكهم، اللي عزلوه على نهار غياب ولا عزلوه على نهارين باش دخلوا جماعتهم وغلغلوهم في المؤسسات السيادية. دونك عندنا متابعة الحلقة الرابعة لملف الأمنيين والعسكريين المعزولين، باش يحضروا معنا طبعا زوز ضيوف باش يجيو محذانا من تونس باش يحضروا ويحكيوا باسم زملائهم ونظرائهم المعزولين من المؤسسة الأمنية من مختلف الأسلاك والمعزولين من المؤسسة العسكرية من مختلف الاسلاك. اذا الناطقين الرسميين باسم التنسيقيات نتاعهم باش يحضروا معانا، وكونوا في الموعد ان شاء الله ماضي ساعتين ونص ينطلق البث المباشر ونشوفوا منهم اخر المستجدات. وايضا يكون معانا طبعا اللي هو حل الملف هذا معايا على مسرعيه السيد المنزلي الهلالي كاتب عام نقابه الامن الجمهوري، باش يعطينا شنيه اخر المستجدات وتفاعل السلطات المركزيه مع هذا الملف الحارق. كونوا في الموعد ماضي ساعتين ونص. تحياتي، نهاركم طيب.